برنامج غريب بحق الشعب ولتذكر الفوجة التي هزت ضمائر العالم حينما شاهدت رأس الشهيد أحمد فرحان مخضوب ودماؤه تجري من رأسه وجنونه أنه طالب بحصة حقوقه وهو وهي العدل والإنصاف والكرامة. إن فراق خال الشهيد أحمد فرحان آلمنا ولا تزال الحسرة في قلوبنا، فقد كان القلب الحامي علينا ولم يكتنا يوما دون أن نجلس بين أحضانه والخروج معه. كان لحمه طيب الورد ولم نرى على وجهه ملامح الغضب أو الاستياء منا من أي عمل صبياني يفز منا، لأنه كان يخاف على مشاعرنا أن يجرحها أو يكسر خواطرنا. يوما نحن نفخر بخالنا الشهيد أحمد لأنه مثال للعطاء والتضحية ومثال للمثقفية والمعاملة الحسنة مع الصغير والكبير، وهو لا يزال شمعة تستضيء بها في الأوقات العتمة والظلام الذي يقيم على قلوبنا بين الحين والآخر. سيبقى الشهيد نهجا نستلهم منه أمر المعاني والمدن والنوريات والعطاء، ولما جددنا ذكراه في كل عام وأمة لا تحيي ذكرى شهدائها لا تستحق العيش، ونحن